مش مصدقة بابا قال الكلام ده بلسانه. أمك عندك اسأليها، قال لها إن شاف مشاعرك في عينيكي ومتأكد من إحساسه، ومتأكد كمان إن مازن لما جه البيت كان معجب بيكي مش عشان يشوف له شغل. أيوة بس أنا بابا مش بيخبي عليا أي حاجة، يعني إزاي حاسس بكل الحاجات دي وما قاليش؟ أمال أنا بعرف إيه من الصبح؟ أبوكي مش عايزه يا غبية، مستكتره على نفسه وعليكي، وشايف إن العلاقة دي لازم تموت قبل ما تتولد علشان فرق المستوى والفلوس والهبل اللي في دماغه. بيكرر نفس الغلطة اللي أبويا عملها فيا بس بالمقلوب. خالته لو سمحتي كفاية، ممكن تقولي لي دلوقتي أنا المفروض أعمل إيه؟ عايزاكي تكلمي مازن. نعم؟ أكلمه إزاي يعني؟ زي الناس يا روح خالتك. هتكلميه وتعتذري له على الجليطة اللي أبوكي عملها معاه، وهتقولي له أنا موافقة على الشغل على فكرة معاك حتى لو في مهنة. لا دي شكلها قلبت بجنان فعلا بقى. لا ده كلام العقل يا شوشو، ولو ما نفذتيش اللي انا قلت لك عليه هوريكي الجنان اللي على اصله، الجنان اللي ابوكي نفسه ما شافوش قبل كده. معقول؟ قصدك انه وقع فيها بالسرعه دي؟ وقع بس؟ ده اتدلق زي الجردل، لسه قافل معايا حالا ورايح يشتري هدوم جديده عشان يبقى واجهه قدام لو كمان عايزني اعرفه على مكان بيتها. طب وانت زعلان قوي كده ليه؟ انا زعلان؟ ده انا هطق من جنابي، ده انا بضرب نفسي 100 جزمه. ده انا موديك كليه عشان يفك ويروق على حاله واتصاحب عليه بزياده ويسيب بنات الكليه كلها ويتعلق بالحيوانه دي. يا عبيد تفهم الحيوانه دي اللي هتفش غلي في عبد الله الفلاني وتجيب لك حقك من اللي ضربتك. تجيب لي حق ازاي يعني؟ مش فاهم. حبيبي افهم، الواد كريم الحلواجي ده واد عبيط من يوم وفاة أمه، ومعقد نفسيا وأبوه شادد عليه ولاغي شخصيته خالص. أيوة ماما عارف الكلام ده كله كويس جدا، عارف كمان إن هو بيقع بسهولة وأي حد يعرف يشتغل، بس إيه علاقة الكلام ده كله باللي أنت بتقوليه؟ أهي الوقعة دي بقى في صالحنا جدا. هو أنت ناسي البنت اللي ضحكت عليه وخدت منه 20,000 دولار وسافرت على إيطاليا جرالها إيه؟ طلعت الحلواجي جابها مترحلة في 48 ساعة ولبسها قضية كوكايين. يا نهار أزرق، يعني أنت قصدك إن طبعا يا حبيب ماما، لما طلعت الحلواجي يعرف إن ابنه وقع في بنت الراجل اللي فضحني في الإذاعة وهو وعدني إنه يؤدبه، يبقى 100% هيقطع رقبته ورقبة بناته كلهم.